تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية. قبل بداية الحل، الموضوع موجود على القناة في كومينوتي من أجل الطباعة pour l'imprimer وإعادة حله، واتركوا لي كذلك التعليقات في كومينوتي. للاشتراك في القناة لا تشتركوا من هذا الفيديو، إنما ادخلوا إلى القناة حتى تستطيعوا تفعيل جرس الإشعارات. نبدأ في حل الاختبار. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. أغسل وجهي عند الوضوء 3 مرات. عند الوضوء أغسل وجهي 3 مرات. أحسنتم، صحيح. خذ بالصحيح. ثانيا، أمرنا الله تعالى في سورة الماعون بطاعة الوالدين. بماذا أمرنا الله تعالى في سورة الماعون؟ أمرنا بإكرام اليتيم، أحسنتم، مساعدة المحتاجين، المحافظة على الصلاة، والحرص على فعل الخير. طاعة الوالدين، جيد، خطأ. في سورة الماعون لم يأمرنا الله تعالى بطاعة الوالدين. عدد الصلوات المفروضة في اليوم هي 5، جيد، صحيح. الصبح، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. أهين اليتيمة، معناه أدل اليتيم وأحتقره، تصرف خاطئ، جيد، خطأ. أكرم اليتيم ولا أهين اليتيم. نراجع، أغسل وجهي عند الوضوء 3 مرات. أمرنا الله تعالى في سورة الماعون بإكرام اليتيم ليس بطاعة الوالدين. عدد الصلوات المفروضة في اليوم 5، صحيح. وأكرم اليتيم، أهين اليتيم، خطأ. ننتقل إلى التمرين الثاني. اربط كل اسم من الأسماء الله الحسنى بمعناه. أسماء الله الحسنى لدينا الله الواحد، الله الخالق، الله الرازق، الله القادر، خلق كل شيء، قادر على كل شيء، لا إله إلا هو، يرزق كل المخلوقات. إذا نربط كل اسم من أسماء الله الحسنى، لدينا 4 أسماء من أسماء الله الحسنى مع المعنى. الله الواحد معناه لا يوجد إلا إله واحد، لا إله إلا هو، أحسنتم، الواحد لا إله إلا هو. الله الخالق، الخالق، أحسنتم، خلق كل شيء. الله الرازق، الرازق، جيد، يرزق كل المخلوقات. الله القادر، القادر، جيد، قادر على كل شيء. إذا نراجع، الله الواحد لا إله إلا هو، الخالق خلق كل شيء، الرازق يرزق كل المخلوقات، والقادر قادر على كل شيء. التمرين الثالث، صنف في الجدول أقوال وحركات الصلاة. التسليم، السجود، التكبير، الركوع، القيام، قراءة الفاتحة. لدينا الأقوال والحركات. أقوال هي الكلمات التي أقولها بلساني. الحركات لما أتحرك تسمى حركات. الكلمات التي أقولها هي أقوال. نبدأ، التسليم معناه أقول السلام عليكم في الصلاة، أحسنتم، من الأقوال، أقول السلام عليكم، إذن التسليم من الأقوال. نواصل، السجود، أسجد، أقوم بحركة، أسجد، إذن جيد، من الحركات. لما أسجد أتحرك. التكبير معناه أقول الله أكبر، إذا من جيد الأقوال، التكبير من الأقوال. الركوع، أركع، أتحرك، أركع، جيد، من الحركات. لا أقول شيئا هنا، أتحرك، هنا كذلك أتحرك.
القيام أقوم. أحسنتم. من الحركات. قراءة الفاتحة. أقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ سورة الفاتحة. إذن من جيد الأقوال. إذا لدينا الأقوال، التسليم، السلام عليكم، الله أكبر التكبير، وقراءة سورة الفاتحة. الحركات، القيام والركوع والسجود. التمرين الرابع، أكمل الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة العصر. والعصر، إن الإنسان لفي، أحسنتم، خسر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا جيد الصالحات. وتواصوا جيد بالحق. وتواصوا بالصبر. نريد قراءة سورة العصر. والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.